الإمام رحمه الله تعالى قلت: وهذه الحكاية منقطعة، فإن محمد بن حميد الرازي لم يدرك مالكا، لا سيما في زمن أبي جعفر المنصور، فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة 58 و100، وتوفي مالك سنة 79 و100، وتوفي محمد بن حميد الرازي سنة 48 و200، ولم يخرج من بلده حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع أبيه. يعني شنو الكلام ذا؟ يعني محمد بن حميد الرازي ما أدرك شنو مالك، بيناتهم سنين طويلة ما أدرك أصلا. نعم. وهو مع هذا ضعيف عند أكثر أهل الحديث. ويكفيك أنه تقول لهم محمد بن حميد أو حميد الرازي ضعيف عند أكثر أهل الحديث، وحجيك من أهل الحديث أضعفوه وكذبوه. نعم. كذبه أبو زرعة وابن وارة. ذل من علماء وأئمة الحديث كذبوا محمد بن حميد الرازي. يبقى القصة دي شنو يا جماعة؟ ما صحيح. فيقول لك مالك، الإمام مالك قال لي أبو جعفر المنصور لما تصري وجهك عنه، فهو وسيلتك، وسيلة أبيك آدم، عشان صحيح الحديث الباطل الجبيل. يقول له حديثنا يا جماعة القصة دي كلها ما صحيح. نعم. وقال صالح بن محمد الأسدي: ما رأيت أحدا أجرأ على الله منه وأحذق بالكذب منه. سبحان الله، قال ما رأيت أحد أجرأ على الله، يعني من محمد بن حميد الرازي، وأجرأ وأحذق بالكذب منه. ثاني في شو؟ يعني من ناس كذابين كتار لقاهم، لكن ما لقى واحد أقدر منه. وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: وكذبه أبو زرعة. وعن الكوسيح قال: أشهد أنه كذاب، فالقصة غير صحيحة.